نجي يا سابع لجمع الكسور. في عندي طالما التسعة هي نفسها تحت فبنقول بش ار تي دي اون ايكي، فبيطلع دوكوس دا اون ايكي، كمان بيطلع دوكوس دا اون ايكي. اذا في اختصارات الاون ايكي بتختصر على الاتش، ايه اون ايكي بلو اتش دار دوكوس بلو اتش اتش، تمام، فبيطلع معي اتش تي دار، بيطلع معي اتش تي دار. طيب هلا كمان نجي للارنك، هلا عندنا ارنك ايكي دبي ار تي اتش تي دار. الليتروزوم في عنا اكيد بي بدنا تشارب اتش، تمام، ارتي اتش تي بي اتش تي اتش تي دارت، كمان نضربها ب اكي. بعدين شو بنعمل هون؟ هلا اذا ضربناها بنقول اتش تشارب بي اتش، اتش تشارب اكي 6، اكي تشارب دارت 8، اكي تشارب اتش 6. فهون صارت عندنا المقامات موحدة، تمام، صارت موحدة، بحطها على 6. هلا اتش ار تي سكيز، اتش ار تي سكيز اون بي 6 دا بي 6 دا اون بي 6 دا اون بي. اذا بدنا نحولها لعدد تام فينا نقول بير تام 6 دا بش، بير تام 6 دا بش، فينا هيك نقول وفينا نخليها هيك. هلا هون في عندي الارني، هون عندنا ارني يديدة 3 أرتي باش تام سيلر ريسيونال سيلن شيفريلي، يعني أو جديدنا إذا كان في عنا بالريسيونال عدد تام كثير سهل، بنحط يديدة 3 أرتي بير، بنحط لها مقام بير، بنحط لها مقام بير، حطينا على فصير عندي بير دبش. هون بدي اضربها بواحد، هون بدي اضربها بسبعة مشان يكون عندي المقام واحد. شو العلاقة بين السبعة والواحد؟ هو واحد، فهي بدلنا، هي ضربناها بواحد حتطلع عنا يدي دا اتش، هون حيطلع عنا يدي دا اوتوز باش. فهلا بنقول اتش ار تو اوتوز باش اوتوز ساكيز يدي دا اوتوز ساكيز. اذا بنحولها، اذا قسمناها يعني هيك، اذا قسمناها هيك يا سابع، جينا قسمناها وقلنا 38 38 ما زبطت هي الثمانية ولا هي الثلاثة، هيك حطوا 38 هيك، تمام، قسموها على قديش؟ على يدي 38 على يدي فيها باش، باش تشاربي يدي بوز باش اكسي، شو بيطلع عنا؟ سكيز اكسي باش اتش، تمام. فهاد هذا العدد يلي بيكون موجود هون دوما بنقول عليه عدد تام اللي هو البش، وهذا العدد يلي بيكون موجود بيكون الباي يعني البسط، واليدي يلي قسمت عليها هو البيضة، وطلعت معي بش تام يدي ده اتش، تطلع معنا هيك. هلا هون عندي اتش تام اتش تي اكي ارت دوكس دا دوكس دا دوت. هلا كمان بدنا نساويهم بالاتش، الاتش شو عملنا فيها هون؟ قلنا اجيت انا عملت هون مشان احولها الى كسر مركب، لكسر مركب اتش تشارب اتش، اتش تشارب اتش دوكوز دوكوز ارتيكي دوكوز ارتيكي امبير، معناتها هي الامبير اجينا حطيناها هون، وحطينا بس المقام اتش ما غيرناها، دارت بيدوكو دوكس دا دارت حطيناها. طيب في علاقة بين الدوكوز والاتش؟ ايه في علاقة، لأنه إذا ضربنا 3 في 3 بيعطيني دوكوز، فخليت المقام هو دوكوز خليته واحد، هون حطيت اتش، اتش تشارب امبير اتوز اتش، اتش تشارب اتش دوكوز. هلا بير تشارب دارت، دارت بير تشارب دوكوز دوكوز، هلا بنقول اتوز اتش ارت دارت بيطلع اتوز يدي اوتوز يدي، وبنحط الدوكوز هون. ليش تشفط بالشلمونه يا عبد المالك؟ فهون بيطلع معي اوتوز يدي على دوكوز، بيطلع معي دارت، دارت تشارب دوكوز اوتوز الت، اوتوز يدي اكسي اوتوز الت بيطلع معنا بير. فهون بيطلع معنا دارت اللي هو العدد التام، بنحطه هون، دوكوز بنحطها هون تحت، والبير يلي هو البسط بنحطه فوق يلي هو هون. ف
فبيطلع لنا دار تام دوكوس دابير، دار تام دوكوس دابير. هلا هون عم يقولوا لنا اذا احنا بدنا نطبق التو دا بيش التو دا دور سكيز دا يدي سكيز دا اتش دور دا بير دور دا اتش. جابوا هذا المستقيم اول شيء، طالما قال عندي المقامات موحده الت الت خلص ما عندي اي مشكله بطبقها عادي. بيش دا الت دا بيش ارت الت دا دور يعني بيطلع عنا بيش ارت دورت يعني دوكوس، الت دا الت حطيناها الت الت تحت. هلا اذا بدنا كمان نقسمهم على بعض مثل ما قسمنا هدين كان باكوز بويلا التا بير التا دا اوتش اوتش، رسمنا هذا المستقيم حطينا هون حطينا هون صفر هون البي. هلا عم يقول لي التا دا بيش يعني لازم نحط احنا التا يلي هنن هون، بس هون حطينا بير تام، في عندي بير تام، طالما عندي طلع بير تام فخلصت الكرتونه عند هون تمام. بير تام طب كم وحده بالبير؟ بير اكي اتش دارت بيش 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 الت الت، والثانيه معناتها كمان فيها الت، طالما طلع عندي بير تام هون معناتها اول قطعه هيك واول ثاني قطعه هيك، استهلكنا اول قطعه واستهلكنا من القطعه الثانيه من الكرتونه الثانيه ثلاث قطع وزاد عندي بالكرتونه ثلاث قطع تمام. فهون حطينا على المستقيم اول قطعه ست قطع وثاني قطعه ست قطع، اول قطعه من ست قطع اخذناها اخذنا منها خمسه وجينا فتحنا بعدين رجعنا رد كملناها واخذناها واخذنا ثلاث على سته من القطعه الثانيه. هلا بنجي هون سكس دي دي ارت اكس سكس دي اتش، يعني عندي سبعه ناقص ثلاثه هي دي اكس اتش بار، بعدين بتنزل سكيز اذا قسمناهم على بعض بيطلع نص، لانه اذا اختصرنا 4 تقسيم 8 بيطلع 4 تقسيم 4 1، 8 تقسيم 2 4. فهون اذا رسمنا عم يقولوا لنا في عندنا ناقص، لا ما عندنا ناقص، طلع عندنا العدد